خلصنا الرسمة بتاعتنا اهي زي ما احنا شايفين، وصلنا لآخر سطر فيها. عايزين نعرف بقى ازاي هنقفل آخر سطر. الظهر اهو زي ما قلنا، بنعمل ايه؟ بناخده عمود عمود كده نخلصه زي ما شفنا وريتكو في الاول. هنا بتاخدي حلقة، انا مخلصة العمود ده، باخد الحلقات اللي جنب العمود اللي هي العمود اللي بعده. الحلقات دي سطر سطر كده، باخدها والضمها في بعضها كده، اعديها من جوه بعض زي ما انا ماشية كده، ما سيبش حلقة واخد اللي جنبها. باخد اللي على الحرف اللي في نفس الصف بتاعي اهي كده. الظهر ما بياخدش وقت خالص، بتلاقي نفسك بتخلصيه بسرعة لانك مش بتبصي في الباترون ولا بتعدي غرز، انت مجرد ان انت بتقفليه بس، وهتلاقيه هو طالع برسمته لوحده اهو. بتاخدي كده بالإبرة وتاخدي الحلقة اللي فوق تطلعيها من الحلقة اللي معاكي، والحلقة معاكي على الإبرة زي ما هي، تاخدي الحلقة اللي فوق تعديها منها. استخدام الإبرة هيسهل عليكي كتير غير انك تستخدميه بإيدك بس، الإبرة بتسهل الشغل وبتسرعه. شايفة اهو، انتي بس تجيبي الحلقة اهي وتلضميها في الإبرة، تشبكيها في الإبرة وتسحبيها تطلعيها من الناحية التانية. واحدة واحدة هتلاقي نفسك خلصتي كل ده، وهتلاقي الظهر خلص زي الوش، والألوان زي ما قلنا هتبقى معكوسة. طيب انا اخر سطر هنا هقفله ازاي؟ انا خلصت السطر الاخير، كان راجع، وادي الخيط، الجزء سوري الجزء اللي اتبقى من الشل. هعمل ايه؟ ركزي معايا بقى في الحتة دي. لما باجي اقفل الغرز هقفلها ازاي؟ اولا هعملها زي السطر اللي عملت فيه السلسلة تحت، تمام؟ زي لما بنيجي نخلص الشغل بتاعنا بنعمل سطر منزلقة زي كده بالظبط، كأننا بنعمل سطر منزلقة في نهاية الشغل عشان نقفله. الحلقات دي كلها لازم تتقفل. طيب ابتدي منين وانهي فين؟ هبتدي من، مش هقولك من على الشمال ولا من على اليمين، لان انتي مش عارفة الخيط هينتهي معاكي فين، على اليمين ولا على الشمال في السطر وانتي رايحة ولا وانتي راجعة. بتشوفي الخيط انتهى فين وتبدأي من الناحية اللي قصاده، تبدأي تقفلي وتمشي كده، علشان انا عايزة اخر حلقة في الشغل تبقى ناحية طرف الخيط، تمام؟ مبدأش اقفل من هنا وامشي وتبقى اخر حلقة عندي هنا وطرف الخيط هنا، مش هعرف اقفلها. انا عايزة اقفل اخر حلقة عند طرف الخيط، يبقى ابدأ من الناحية المقابلة للناحية اللي فيها طرف الخيط، المكان اللي انتهى فيه الخيط بتاعي. هبدأ من الناحية المقابلة ليها وامشي اقفل لحد ما اوصل عند طرف الخيط. طيب هبتدي ازاي بقى؟ اهو انا طرف الخيط عندي هناك، يبقى انا هبدأ من الجنب ده، هحطها كده واجيب بالإبرة بتاعتي ادخلها في اول حلقة عندي في السطر، اول حلقة اهي في السطر عندي، تمام؟ واجيب الحلقة اللي بعدها ادخلها فيها واسحب، ماشي؟
الحلقة اللي بعدها هدخلها في الإبرة واسحب كأني بعمل سطر منزلقة، همشيهم بالترتيب كده اهو، بدخل فيها الحلقة واسحب. واضحة كده معايا؟ اهي بدخل الحلقة فيها واعمل ايه؟ وعديها من الغرزة. بدخل الحلقة اللي بعدها وعديها من الغرزة. شايفة الشكل بتاع السطر اهو؟ انا قفلت السطر ده بالطريقة دي اهي. هياخد سهلة وسريعة اهي، ما فيهاش اي حاجة. باخد الحلقة وعديها من الغرزة، باخد الحلقة وعديها من الغرزة. اكمل على كده لحد ما اخلص السطر كله. ادي شكل ادي شكل السطر معايا لما الجزء اللي قفلته. شايفة هيبقى عامل ازاي؟ انا عاوزة اكمل بقية السطر بنفس النظام، وهاجي عند اخر غرزة عشان اقولك هنقفلها ازاي مع طرف الخيط. خلصت السطر الاخير، قفلته كله لحد ما وصلت بالغرزة الاخيرة اهي في الطرف اللي فيه الخيط اهي. هعمل ايه تاني؟ خلصت كمان الظهر بتاعي كله، قفلته، فاضل اقفل كمان السطر الاخير. هقفل السطر الاخير زي ما عملنا في الابيض، هنعمل في الاخضر اهو. باخد الابرة وهقفل في اتجاه الخيط، باخد الابرة وابتدي القط بيها الحلقة اللي بعدها واخرجها منها اهي. باخد لفة على الابرة واطلع بيها من الغرزة، باخد لفة على الابرة واطلع بيها من الغرزة بتاعتي، باخد لفة واطلع بيها من الغرزة، وهكذا لحد ما اخلص السطر كله. باخد لفة واطلع بيها اهي، باخد لفة على الابرة واطلع بيها من الغرزة اللي معايا. خلص السطر كله كده، ونيجي نشوف هنقفل ازاي الغرزة الأخيرة مع الخيط اللي باقي. زي ما قلنا واحنا بنتكلم في اول الفيديو، ان احنا هنقول كود للخصم للي هيجيب الخيط من المحل اللي قلنا عليه. هسيب لكم في صندوق الوصف البيانات بتاعته، التفاصيل، صفحته على الفيس، ارقام تليفوناته. الكود بتاعنا للي هيجيب من هناك ليه خصم 10%، للي هيشتري خيط بافيمور الخصم 10%. الكود بتاعنا منال 2022، منال 2022. اللي يروح يقول الكود ده هياخد عليه خصم 10%. طيب خلصت السطر بتاعي، قفلت الأخضر وقفلت الأبيض، هعمل ايه بعد كده؟ بقى عندي حلقة واحدة أخضر وحلقة واحدة أبيض. هبتدي اطلع طرف الخيط زي ده كده اهو، بس من هنا هنقص الخيط اهو. هنسيب من الشغل كده ونقص على بعد قريب، وبعدين نبتدي نسحب طرف الخيط اهو. اسحبه كده، انا عايزاه كده علشان اعرف اربطه. طيب انا بقى عندي الخيط اهو، وعندي الحلقتين بتوعي اللي قفلت بيهم الخيط.
هعمل ايه؟ هدخل الابرة في الحلقة دي وياخد الخيط على الابرة واطلعه من الحلقة بتاعتي. تمام، نفس الحكاية في الابيض، هدخل الابرة في الحلقة واخد لفة واطلع اهو الخيط منها، بربط الخيط واشده جامد. خلاص كده انا قفلت الحلقة دي وقفلت الحلقة دي وربطت الخيط. بعد سوري، بعد كده بعمل ايه؟ ما بقصش الخيط ده، بدخله جوه الغراز بتاعتي من جوه كده اهي، بدخل الابرة لحد ما اطلعها من قدام. هاخد اهو اسحب الخيط معايا جوه الغرزة، واسع تقدري تداري فيه طرف الخيط، ما تقصيش الخيط علشان ما يقصرش هنا مع الربطة، تفك لأي سبب الشغل يفك منك، داري الخيط بتاعك جوه الشغل. نفس الحكاية في الطرف الأبيض اهو، هناخده جوه الشغل معانا. اسحبيه جوه وما تقصيش الخيط. تمام كده، نفس الحكاية هنعملها في الخيط بتاع بداية الشغل، الطرف بتاع بداية الشغل اهو، هربطه، اتأكد انه بقى مربوط تمام، ابتدي ان انا ادخله جوه الغرز بتاعتي. خلاص كده، كده خلصنا الوش بتاعنا الكوشن. عايزة تعمليه كوشن، هتعملي الوش ده كده اهو بقى الوشين، تقدري تستخدمي الوشين زي ما تحبي. وهنعمل له ظهر نقفله بيه علشان نقدر نحشيه فايبر ويبقى كوشن لطيف بسيط، في نفس الوقت شيك جدا، مفيش حد عامل زيه، هتبقي انتي عاملاه بايدك، حاجة جديدة وشيك وسهلة عليكي تعمليها. تقدري كمان تعمليه لبيتك، تعمليه هدية، تقدري تغيري فيه. يعني احنا عملناه رسمة زي ما احنا شايفين كده، خلاص خلصناه، قفلناه، درينا الخيوط بتاعتنا. تقدري تعمليه بمقاس تاني يبقى بطانية اطفال، تقدري تعمليه مفرش سرير، تقدري تعمليه اي حاجة انت عايزاها، بمجرد ما تغيري المقاس وتغيري عدد الغرز على نفس الرسمة يطلع لك الشكل اللي انت عايزاه تشتغليه. انت لو عملناه كده بمقاس اكبر، متر في متر، هيبقى بطانية اطفال. احنا عملنا المقاس ده علشان نعمله كوشن، هنعمل له ظهر علشان نقفله ونحشيه في الفيديو الجاي ان شاء الله. حبيت اوريكي انك تقدري تعمليه بمنتهى السهولة، مش هياخد منك وقت. الكوشن ده تقدري تخلصيه في ساعتين وانتي قاعدة، سهل بسيط سريع شيك جدا جدا جدا. تعمليه للبيت، تعمليه هدية، تعمليه لأي غرض انت عايزاه. الشغل ده تقدري تعملي منه بطانية، تقدري تعملي منه كوشن، تقدري تعملي منه شنطة، تقدري تعملي منه كوفية،
ايس كاب، اي حاجة تخطر على بالك تقدري تعمليها منه، حتى تقدري تعملي منه جاكيت. اللي انت عايزة تعمليه هتقدري تعمليه، خيط سهل وبسيط وتقدري تتعاملي معاه بكل سهولة، حتى لو انت مبتدئة وملكيش في شغل التابستري. اجمل حاجة ان الوانه مش كتير في الرسمة، الرسمة لونين، لونين بس، تقدري تعملي منها اي حاجة دبل فيس تمشي على الوشين. ده كان فيديو النهاردة. الفيديو الجاي هنعمل ظهر الكوشن ونقفله بإذن الله، بإذن الله. أشوفكم على خير في الفيديو الجاي إن شاء الله، وبالتوفيق لكل اللي بيشوفونا ويسمعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.